السلام عليكم بنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نقدموا مبعثياتنا، غنحضروا مبعثياتنا الدونات الامريكيه. غادي نحتاجوا في مقادير 600 غرام ديال الطحين، جوج بيضات متوسطين، 40 غرام ديال السكر عادي، 8 غرام ديال السكر فاني، 11 غرام ديال الخميره الفوريه جافه، 100 غرام ديال الزبده، 260 غرام ديال الحليب، 260 غرام ماشي 260 مليلتر، و 8 غرام ديال الطحين ديال الملحه. بالنسبه لي غادي نبدا نخلط المكونات ديالي. اول حاجه غادي نبدا البيضات، نزيد عليهم السكر، 40 غرام ديال السكر، سكر فاني، زبده، الزبده من الاحسن تكون محرره في المطبخ هي وبيضه. صافي دابا غادي نعص هادشي كامل مره ثلاثه. دابا غادي نبقى نزيد الطحين تدريجيا، انا اخترت هذه الطريقه هذه باش الزبده تدخل لي دغيا في الخليط ديالي في العجينه ديالي. سينو الا عندكم لا ماشين كتخلطوا كلشي مع بعضياته. صافي دابا حطيت الطحين اخر كامل، غادي نزيد له الملح والملح والحليب، وفي الاخر غادي نعمل الخميره. المهم انتوا معايا. صافي دابا دخلت الزبده والبيضات والسكر ديالي ذوبتهم ودخلتهم في الطحين ديالي كامل. دابا غادي نزيد الخميره، نبقى نزيد تدريجيا الحليب، نخلط مزيان، نخلط مزيان الخميره ديالي مع الحليب. صافي بعد ما خلطت مزيان الخميره ديالي جلست مع بعضياتها، صافي غادي نبقى نخلط العجينه ديالي كامله ونعجنها. غادي نضيف بقيه ديال الحليب البلقي 260 غرام، البنات في الاولى غادي تحبب لكم شويه بحال ما تخافوش شفتو. واحد الدرافه زاد فوق تحت الكسره، ما نخليش يدك فتاوت في فقاع باش العجينه ديالي ما تزيدش عاد تلصق. شو العجينه كيف رجعت، باقي خاصها شويه تدلك، خاصها ترجع مطاطيه لينه ولكن مطاطيه. كيبان لي بلي الحليب هو داك الطحين، باقي خصني نزيد شويه، غير غبرت الكسعه وصافي. دابا ملي عدلت الدره تحت القصعه مكتبقاش تتحرك معايا بزاف، هادشي اللي ساعدني حتى على الخدمه. انا ماكينه العجينه عندي مخسره دابا، على داكشي انا اللي اضطريت نعجن بيدي، اما هي الصراحه ماكينه العجينه كتسهل. صافي دابا كيبان لي بلي العجينه صافي مبارك عليها، كيفاش كتشرح لينا غادي نغسل يدي ونكمل معكم. زدت شويه ديال العجين، المهم بنات عجنها كتعرف الطريق ديال العجين.
شتي واخا كان هكا ما كتشاركش. ديك الساعه كتعرف بلي راه صافي العجينه ديالك راه واجده. صافي البنات العجينه ديالنا صافي عليا دابا وجدت. غادي نشبر واحد الاناء اللي غادي نخليها ترتاح فيه. غادي ندردر فيه شويه ديال الطحين وغادي نحطها فيه. صافي انا عدلتها دابا هنايا في هذا الاناء هذا. غادي نغسل يدي ونلويها بابي سلوفان. بنات صافي غادي نغطيها بسلوفان. صافي خبيراتي قلت لكم بابي سلوفان اوكي هادو الكلمات. صافي غنغطيها مزيان. صافي دابا غادي نخلي العجينه ديالي حتى تضاعف الحجم ديالها. غادي نخليها من ساعه حتى ساعه ونص وديك الساعه نكملوا مع بعضياتنا. بنات صافي دابا كما كتشوفوا راه تضاعف الحجم ديالها. انا خليتها ساعه ونص وهي كتخمر. صافي دابا غادي نزول البلاستيك الغذائي. صافي دابا غادي نخرج منها ديك الغاز. صافي من بعد ما خرجت منها لي غاز كاملين الغاز اللي كان فيها غادي نزولها. صافي جبت شويه ديال الطحين هنايا غادي نرشو فوق سطح العمل نكون مسحته مزيان ونشفته. غادي نبقى نبسط فيها كده. غادي نطلق العجينه ديالي على غنخلي الارتفاع ديالها ما بين سنتيم فاصلة جوج حتى سنتيم ونص حتى سنتيم ونص. بنات هنايا شبرت الصينيه عدلت فيها بابي كويسون قطعته مربعات. قطعته مربعات باش كيسهل علينا ملي كنجيو نقليوهم. قلت لكم البنات باش ملي كنجيو نقليو الدونات ديالنا ما كنديمولوش هذاك الدونات ديالنا ما كنأديهمش وما كنفسدوهمش ما كنخليوش فيهم ديك السبعين ديالنا ملي كنجيو نهزوهم ولا كيتخسروا كيبقاو فورما ديالهم زوينه. لحد مشيت نقلب عليها باش غادي نقطع قطعه اخر حاجه مشيت نقلب عليها وما جبرت حتى شي. جبرت جميع الاشكال الا اللي خصني انا. دابا غادي نشوف شي كاس ولا شي زلافه اللي نقدر نقطع به. عييت كنقلب ما جبرتش. المهم غادي نستعين بهذا هو اللي جبرت الدوره ديالو مناسبه وغادي نشوف نجرب وحده بهاد هذه اللي غتكون في الوسط وغادي نشوف الا جاتني صغيره هو هذاك ما جاتنيش غادي نزيد نشوف باش نشوف شي غلاقه ديال شي قرعه ولا شي حاجه. المهم نتوما معايا. بنات جربت هذه والو جاتني واسعه غادي نشوف شي حاجه اخرى اللي غادي نقطع بها. صافي دابا غادي نزول هاد الاخرى اللي بقات لي هنايا باش ندلكها عاوتاني على بيد ما نسالي هادو تكون ارتاحت. هادي لي شاطت لي زدت عجنتها شويش وغادي نخليها ترتاح على بيد ما نكمل هادو. هي ديك نجبرها ارتاحت باش تطوع معايا ملي نجي ندلكها. مشقة انفس تجبرت هادي. هادي ديال سكوب ديال البروتين وقطعتها وغادي نخدم بيها.
هادي لاباط لي كانت شاطت لي قبيلاتي. صافي بغيتكم تشوفوا السمك ديالها، هذا هو السمك اللي خليته. صافي غادي نكمل التقطيع ديالي، نرشي عليها شويه ديال الطحين. صافي عاوتاني غادي نحيد هادي ونخليها ترتاح، وغادي نكمل على هادو. بنات جبرت عندي قطعة ديال القلب وقلت راني نبدل شويش. صافي دابا من بعد ما قطعت الدوائر ديالي كاملين ديال الدونات، وهادو اللي عمل ديك الشكيلات ديال القلوبة، غادي نخليهم يخمروا. ما اصلا راه بداو يخمروا، غادي نخليهم يخمروا واحد نص ساعة وغادي نقليهم. غادي نبدا من الوالة اللي عدلتهم، الوالة عاد وانتينا ماشي حتى كتسالي اللي بقى لك كامل. المهم خليكم معايا، انا غادي نخليهم نص ساعه، وانتم الا كنتو زعما عندكم الوقت خليهم حتى اكثر ماشي مشكل. هادي مينيموم هي نص ساعه، تقدر تخليهم حتى جوج ساعات راه ما عندهم شي مشكل. لحقاش الدونت كل ما خمروا كل ما كيجيو مزيونين وكيجيو مفشفشين من داخل. صافي عاوتاني غادي نحيد هادي ونخليها ترتاح، وغادي نكمل على هادو. صافي عاوتاني غادي نحيد هادي ونخليها ترتاح، وغادي نكمل على هادو. بنات جبرت عندي قطعة ديال القلب وقلت راني نبدل شويش. صافي دابا من بعد ما قطعت الدوائر ديالي كاملين ديال الدونات، وهادو اللي عمل ديك الشكيلات ديال القلوبة، غادي نخليهم يخمروا. ما اصلا راه بداو يخمروا، غادي نخليهم يخمروا واحد نص ساعة وغادي نقليهم. غادي نبدا من الوالة اللي عدلتهم، الوالة عاد وانتينا ماشي حتى كتسالي اللي بقى لك كامل. المهم خليكم معايا، انا غادي نخليهم نص ساعه، وانتم الا كنتو زعما عندكم الوقت خليهم حتى اكثر ماشي مشكل. هادي مينيموم هي نص ساعه، تقدر تخليهم حتى جوج ساعات راه ما عندهم شي مشكل. لحقاش الدونات كل ما خمروا كل ما كيجيو مزيونين وكيجيو مفشفشين من داخل. ودابا غادي نوجد كريمه اللي غادي نعمرهم بهم باش ما يجيش شي فيديو طويل. الا بغيتو كريمه اللي كنعمر بها واحد كريم باتيسري، ولكن انا كنعدلها بطريقه ديالي، كنعدلها في ميكسور وكنزيد عليها اضافات ديالي انا. اللي بغاها حطوها لي تحت في لي كومونتير، نعدلها لكم بوحديتها ان شاء الله يا ربي. هي ومجموعه ديال الحشوات اخرين اللي تقدروا تحشيو بهم الدونات ديالكم. صافي غادي نبقى نحرك حتى تعقد الكريمه ديالي. بنات شتو الكريمه بدات كتعقد. صافي دابا غادي نطفي عليها. ها هي الكريمه واجهه، شتو كيفاش كتجي؟ حتى في مذاق صراحه مذاق غزال، جربوها ما غاديش تندموا. قلت لكم جربوها. المهم الا خصكم زعما الطريقه ديالو خليوها لي في التحت في لي كومونتير. بنات هادو من بعد ما خمروا انا جاب لي الله كنت كنصور، انا ما كنتش كنصور حتى كملت بالقلي. شتو السمك ديالهم قداش كيرجع؟
صافي دابا ملي كتجي تقليها كتهز وحده بلا تشوفوا الطريقه كيفاش كنعملوها باش كنقليها. انا كنفضل انني نعمل وحده بوحده. صافي دابا عاد نزول هاد الكاغيط. صافي دابا ها هي واجده. دابا غادي نعاد لا بابي كويسون. البنات صافي هما دونت ديالنا وجدو هاكي بجو بلا فجمجاني فيه هو هاداك تما. الحق صراحة الله ما دق جو خطيرين. شوفوا كيفاش منفوشين شتو وجو محمرين. شوفوا من هنايا وهادو اخرين ديك قليبات اللي كنت عدلت. جربوهم ما غاديش يتندموا. انا حشيتهم بالكريمه اللي عدلت البارح. ولا بغيتوها قولوها لي نحطوها لكم في فيديو اخر. هذيك سهله بزاف ديال كريم باتيسري ديال الخلاط. وشوفوها البنات كيفاش كيجي منفوش من داخل كيجي غزال غزال صراحه الله. وكامل مذهب مذهب مذهب. بغيت نشوف وحدين اخرين. انا نسيت ما صورتهمشي قبل ما نعمل لهم كلاصاج ديالهم. وكنتمنى انهم يعجبوكم وبالصحه والراحه. وشكرا على المشاهده. ما تنساوش شي جيم وسبسكرايب. مره اخرى ان شاء الله يا ربي تلقاو شي فيديو اخر.